شكرا يا كابتن شكرا يا كل، استاذ شكرا حسين، لحضرتك. شكرا، الله يخليك. بص بقى شوية توم كده، ماشي. الروايح بقى انا بستمتع بصراحة بشوية الروايح دول، شوية فلفل بقى اخضر كده، وعايزة احمر كده ايه الفلفل مع التوم، عايزاهم يتحمروا شوية. طبعا عايزين فلفل حامي تمام، بس انا عشان احط معلقة هريسة كده فايه هيبقى بالنسبة لي كفاية شطة اهو. بصوا عايزه احمر الثوم بالفلفل، احمرها تحميره حلوه كده، خلاص مش عايز استعجل على الخطوه دي خالص. وهجيب شويه خل كده لان الخل اساسي في الوصفه دي، عايزه الثوم يبقى لونه ذهبي، الفلفل يبقى متحمر شويه، حابين فلفل حامي تمام، حابين كله يبقى فلفل رومي تمام. طب لو انا مش عايزه احط هريسه شطه ما تحطوش، ممكن نعملها اصلا من غير طماطم وهريسه شطه، نعملها بالخل والفلفل والثوم كده زي ما انا هعملها بس، ونحط الكوارع ونقوم مقلبينها مع بعض وسايبينها تتشمع في الفرن شويه. دي طريقه. طب عايزه اعملها بالطماطم او بالصلصه، هنعملها زي ما انا هعملها دلوقتي تمام. اه هشيلها حلو. اه تعالوا بقى ايه ندي تقليبه كده للرز ونسيبه على نار هاديه يستوي براحته اهو. هدي كده النار واحط الرز هنا يستوي تمام. بصوا التوم بقى ابتدى يتحمر، شايفين ازاي؟ انا عايزه بقى اللون الذهبي ده اهو، عايزه التوم كده يبقى ايه اخد اللون الذهبي ده. هطفيه بقى بشويه خل كده، حوالي مثلا ربع كوبايه من الخل اهو. ايه الروائح الفظيعه دي بجد والله، الريحه بجد مش قادره اقول لكم، الخل والتوم الريحه دي مع بعض. انا عن نفسي من الناس اللي بحب قوي الميكس ده، الخل والتوم. حط بقى الطماطم كده معاهم الشكل ده. مكيان صباح الفل، ازيك يا مكيان؟ حط فلفل اسود حبه حلوين. صباح الفل يا مكيان، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الصوت بعيد جدا، سامعاني؟ طب حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي، حاولي تكلمينا تاني. نبدا بقى ايه، بصوا احنا سايبين كده الخل والثوم والفلفل والطماطم سبكوا كده مع بعض، حطينا ملح وفلفل اسود. مش عايزه احط بهارات كتير، انا مش محتاجه يعني في الوصفات بتاعت العيد دي مش ببقى عايزه بصراحه احط افتكاسات وحاجات مختلفه عن البهارات الاصليه اللي احنا بنستخدمها، لان انا ببقى عايزه نحس بالطعم بقى خلاص بتاع اللحمه والكوارع والعكاوي، هي طعمها لوحدها يعني بيبقى مميز. هبدا بقى ايه احط شويه الكوارع المخليه دول، بصوا بقى كده، ودي تقليبة مع الخل والثوم بالشكل ده اهو. بصوا الجمال، بصوا انا مقطعاها بقى. ممكن على فكرة تعملوا الخليط اللي انا بعمله ده، تعملوه على فتة، ممكن تعملوه على شوية رز، على حسب ما انتوا حابين. وهحط ايه معلقة صغيرة كده من هريسة الشطة، مش كتير اهو تمام. وهقوم بقى ايه مدخلاها في بايركس كده او في اي طاجن او اي حاجه في الفرن تمام، عشان تتشمع لها بقى شويه كده اهو. اه والله اهو الشنطه اهو، بصوا نوزع كده وندخلها. الريحة بجد مش قادرة اوصف لكم الجمال، مش قادرة اقاوم. عايزينها اهي اهي. مكيان صباح الفل، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ ازي حضرتك عاملة ايه؟ كل سنة وحضرتك بخير. الحمد لله يا حبيبتي، الصوت مش واضح خالص عندي يا مكيان.